А этот тип поможет бы опустить пушку? Там кто не нужен. Нас и так добывается. Подвал! المقطع اللي حضراتكم شايفينه هو القوات أوكرانية وهي بتسيب المعدات بتاعتها وبتجري من جراء القصف الروسي بوسائل الطيران والصواريخ على مخازن أسلحة حصلت في الـ 24 ساعة. روسيا واجهت ضربة قوية جدا برضو داخل العمق الأوكراني. سلام عليكم وأهلا وسهلا بحضراتكم. خلاص يا جماعة، في عد مستمر أو تنازلي على الهجوم المضاد، والكلام واضح من كل الجهات، من الجهة الروسية ومن الجهة الأوكرانية. الموضوع مش مجرد كلامه بس. روسيا نفذت في خلال الـ 24 ساعة الأخيرة مجموعة من الضربات الكبيرة في قلب أوكرانيا. في مدينة كييف عندنا حصل مجموعة من الضربات الصاروخية، في دنيبرو في برضو مجموعة من الضربات الصاروخية. روسيا أعلنت إن هي دمرت مجموعة من المطارات الأوكرانية، مراكز قيادة، مخازن أسلحة، أجهزة رادار ومحطات رادار وصواريخ، وأيضا مخازن أسلحة وذخيرة ووقود. وجراء بس الضربات ديت قتلت أكتر من 600 من الجيش الأوكراني. وده يا جماعة اللي بيعكس إن روسيا فعلا لمسة إن في تحركات عسكرية داخل أوكرانيا دلوقتي، في مخازن أسلحة كبيرة. لما حضراتكم تبصوا كده على المعدات، معدات كلها أصبحت أوروبية وأمريكية. أوكرانيا ما عادتش بتحارب بأي قطع سلاح تقريبا من الحقبة السوفيتية. كل اللي من الحقبة السوفيتية اللي كانت أوكرانيا قبل كده عندها وبتستخدمه تم تدميره في الحرب الروسية الأوكرانية. ما عادش تقريبا في قطعة سلاح واحدة خالص بتستخدمها القوات الأوكرانية من الأسلحة القديمة ولا المعدات. بصوا يا جماعة، 100% اللي موجود دلوقتي هو عبارة عن تسليح أوروبي وتسليح أمريكي على أعلى مستوى. بل بقى مش كده وبس، كمان زيلينسكي اعلن ان هم خلاص مستعدين للهجوم المضاد. عادي، وايه يعني؟ ما الكلام ده ياما بنسمعه، كل شويه زيلينسكي بيطلع ويقول احنا مستعدين مستعدين. بس خدوا بالكم، زيلينسكي لما كان لسه مع قاده النيتو في قريب في الاجتماع بتاعهم كانوا اكيد 100% بينسقوا على الموضوع ده. الضغط يا جماعه الاوروبي والامريكي على اوكرانيا علشان تعمل الهجوم ده ضغط غير عادي وضغط كبير جدا. وباكد لحضراتكم ان هيكون الموضوع ده في خلال فتره بسيطه جدا، وانا متاكد ان اللي فاضل حاجه بسيطه خالص، لان كل المؤشرات كده. ابسطها، التلفزيون الاوكراني نفسه دلوقتي بيبث كميه اغاني وطنيه غير عاديه. طب ما انت اوكرانيا في حرب بقى لها فترة طويلة في حربه، بس في الفترة دي بالذات كمية الدعاية اللي موجودة على السوشيال ميديا الأوكرانية والقنوات بتاعتهم اللي على السوشيال ميديا معينة بدون ذكر أسماء وعلى الفضائيات بتاعتهم يحسسوك قبل كده ان هم ما كانوش حرب ودلوقتي داخلين حرب التحرير. هدف أوكرانيا دلوقتي، يعني اللي في دماغ الأوكران، ان هم هيقدروا يحرروا الأراضي بتاعتهم بما فيها الكرم ويخرجوا كل القوات الروسية فورا في المعركة دي. اللي بيأكد كده بقى عندنا تقرير الواشنطن بوست. الواشنطن بوست طلعوا تقرير، التقرير ده بيتكلم على ان اوكرانيا هتدفع برأس الحربة بتاعتهم باللواء 47 مشاة ميكانيكا. وبيتحدثوا بقى على قصة اللواء 47 مشاة ميكانيكا الاوكراني. اللواء ده تم تأليفه او اتعمل بعد الحرب. اللواء ده خدوا مجموعة منطقة في القوات الاوكرانية وخدوهم ودربوهم على كل تدريبات النيتو. قال لك ان اللواء 47 مشاة ميكانيكا مش مجرد انه بيستخدم مدرعات زي ودبابات زي اليوبارد وزي برادلي وزي كل المعدات والام 14 والام 16 البنادق الامريكيه وكل حاجه امريكيه، لا، ده الموضوع كمان ان هم اتدربوا على احدث خطط القتال واحدث التدريبات العسكريه من القوات الامريكيه والالمانيه والاوروبيه، وهم ثم تم دفعهم الى المانيا على تدريبات عاليه جدا رغم انه كانوا زملائهم بيحاربوا في بخموت وبيتساقطوا في بخموت، ولكن كان بيتم تدريبهم. اللواء 47 مشاة ميكانيكا الاوكراني مرضوش يحددوا في المقال عدد قواته قد ايه، ولكن كل اللي واضح من المقال ان ده عباره عن اختبار امريكي
في الحرب دي بشكل عملي. يعني ان الاوكران اللي تم دفعهم قبل كده في المعركة ما كانوش متدربين بنفس التدريبات زي الامريكان، لكن اللواء ده بالذات بيقولك ده بقى اختبار عملي للجيش الامريكي والجيش الاوروبي. يعني دولت متشبعين من التدريبات بتاعت الجيش الامريكاني والتخطيطات بتاعتهم والتكتيك بتاعهم واستخدامهم للحاسب الالي واستخدام الذكاء الاصطناعي في التدريبات وانظمة محاكاة مع القوات الروسية، كأنك بتتفرج بالظبط على حرب ما بين القوات الروسية والقوات الامريكية، وهم هياخدوا اللواء 47 مشاة ميكانيكا ده وهيحطوه في رأس الحربة في مقدمة في احدى الجبهات في المعركة. بل انه هو قال ان تم خلاص بالفعل الانتهاء من تدريباتهم، وفعلا هم دلوقتي في مكان سري خلاص قريب من الجبهة. يعني معنى كده ان الامريكان فعلا بيختبروا، لو الروس قدروا ان هم ينتصروا عليهم ده هيبقى كلام تاني جدا. طب هل الروس مش عاملين حساب الكلام ده؟ المفترض، انا معرفش، بس المفترض ان الروس اكيد عاملين حساب الكلام ده، وان الروس عارفين ومستعدين للهجوم المضاد ده. بنطلع وبنلاقي على السطح ان اوكرانيا متورطة في قضية فساد كبيرة ايضا امام شركات امريكية خاصة بالحبوب وخاصة بالاغذية. تاني قضية فساد جديدة، قالك ان الاوكران عندهم شركات مختصة في الفساد، وان المرة دي اوكرانيا في تحقيقات ما بينها وما بين الامريكان على قضايا فساد بقيمة 95 مليون دولار. بصوا يا جماعة، الاوكران دولت او اوكرانيا دي كانت دولة من دول الرواد ومن الدول المتصدرة قوائم الفساد في العالم من قبل الحرب دي، فما تفتكرش ان اوكرانيا دي كانت دولة يعني اوروبية، لا 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 لا. وبرغم كده برضو الاوروبيين عارفين وساكتين، ورغم كده برضو رغم قضايا الفساد الكبيرة ورغم الرشاوي ورغم الا ان دلوقتي اوكرانيا بتسارع باسرع ما يمكن علشان انها عايزة تخش في النيتو في عز المعمعة دي برضو الاوكران، لدرجة ان زيلينسكي قال ان المؤتمر اللي جاي ما بين قادة النيتو لو هم مش هيحطوا اوكرانيا على قائمة الانتظار بالفعل يبقى في خطوة جدية، ملوش لازمة بقى ان انا احضر الاجتماع اللي جاي ده. جماعة، زيلينسكي عايز باي شكل من الاشكال عايز يسجل اسمه في التاريخ ان هو البطل الهمام اللي حارب اللي تصدر بشجاعة للاوروبيين مواجهة الاشرار الروس. وبمناسبة الموضوع ده الاقي بقى خبر غريب جدا في نيويورك تايمز. نيويورك تايمز بتنتقد الروس علشان بيعلموا اولادهم حب الوطن. اه والله العظيم زي ما بقول لكم، وشفتوا اكتر من كده، هو ده يا جماعه هدف مش الامريكان بس، هدف كل اجهزه المخابرات، ان انت ازاي انك انت ما تحبش وطنك وان انت ما تحبش جيشك. النيويورك تايمز كاتبه في مقال ان هم بيعلموا الطلبه في المدارس في روسيا على زي ما بيعلموهم اي بي سي، يعلموهم حب الوطن ويعلموهم حبهم لجيشهم. ازاي ان انتوا اطفال زي دولت بتعلموهم حب الوطن؟ مش مفروض في دماغهم ان هم يحبوا وطنهم ولا يحبوا جيشهم؟ مع ان يا جماعه بصوا، ده امام حضراتكم المقال اهو، لما تيجوا تبصوا على المدارس الامريكيه في امريكا نفسها مفيش فصل واحد في امريكا الا لما لازم يبقى فيه العلم الامريكاني، اهو امام حضراتكم. بصوا كده علشان ما تقولوش ان انا بجيب كلام غريب او ان المفروض ان هو ده، لا هو ده يا جماعه اللي بيعلموه لكل الطلبه، ان هم في امريكا يعلموهم ازاي تحبوا وطنكم وازاي انكم انتوا تتعاطفوا مع جيش وطنكم، وعلى العكس يصدروا الصوره في اي دوله تانية هم مش عايزينها ان هي تكون واقفه مع جيش وطنها. يقول لك بقى ده تطبيل، ده ما اعرفش ايه. في فرق كبير يا جماعه جدا جدا
بين انك انت تكون واقف مع بلدك او انك انت تكون معارض. عايز تكون بتعارض سياسات الدولة انت حر، ده شيء يرجع لك. ولكن ما بشوفش، يعني انت دايما تلاقي في امريكا سواء من الجمهوريين او الديمقراطيين دول بيعارضوا في دول، ولكن ما فيش واحد من الجمهوريين ولا الديمقراطيين يجرؤ انه يتكلم على جيش بلده او يجرؤ انه يتمنى الخراب لبلده. الا عندنا هنا ربنا رزقنا بشوية مصايب سودة وشوية يعني ناس دنيوية فعلا عايشين معنا. اما الحاجة الاخيرة نبص كده على منظر ده يا جماعة، دي كانت امريكا اعلنت على ان الصين، ودي فعلا سفينة صينية بتقترب من احدى المدمرات الامريكية زي ما انتم شايفين، السفينة الحربية الصينية في مضيق تايوان دخلت، كأنها دخلت كانت هتدمر في المدمرة الامريكية، والمسافة اللي ما بينهم كانت بس 130 متر. وطبعا أراكم عارفين العلاقات متوترة لأقصى درجة وبأي شكل ما بين الصين وما بين الأمريكان إزاي. حبيت أن أنا أستعرض مع حضراتكم أحدث المستجدات، أتمنى المعلومات البسيطة تكون نالت إعجاب حضراتكم، وبشكركم جدا على المشاهدة. سلام عليكم.